لا تعبث مع المرأة اليهودية. بهذه الكلمات علقت المذيعة الإسرائيلية ليتال شيمش على هذه الصورة التي التقطت لها خلال الهواء. وضع المسدس على خصرها أو على جنبها رآه البعض رسالة تشجيع للمدنيين لحمل السلاح ضمن الحملة التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم حماس. هذه الصورة أثارت ردود فعل متباينة، لكنها أعادت إلى الأذهان أيضا مشاهد مماثلة في العالم العربي. قررت أن آتي إلى هذه الحلقة ومعي سلاح. في العراق مثلا، المذيع العراقي محمد الكاظم رفع سلاحه على الهواء مباشرة قبل 10 سنوات تقريبا. وفي ليبيا رفعت المذيعة المعروفة هالة المصراطي سلاحها على الهواء عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الزعيم الراحل معمر القذافي وفصائل معارضة. قناة الليبية مش حتاخدوها، قناة الشبابية، قناة الجماهيرية، طرابلس، ليبيا، كلها مش حتاخدوها. ما هو تعليقكم على هذه المشاهد؟